الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده استقبل نائب رئيس الولايات المتحده الامريكيه مايك بنس. وطبعا الوفد المرافق ليه ده في زياره هي الاولى لمسؤول امريكي بعد قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمه لدوله الكيان الصهيوني المحتل وعزمه لمساله نقل السفاره الامريكيه الى القدس العربيه المحتله. ودي زيارة تم تأجيلها أكثر من مرة. حسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية السيد سفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قال إنه الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. كلام رائع جدا. ومفيش حد أبدا هيبقى طالب إن احنا يلا بينا نعادي الأمريكان ويلا بينا نعادي مش عارف الإنجليز ويلا بينا، احنا مش عايزين نعادي حد. احنا هنحافظ على علاقات مع دول صنع القرار، علاقات جيدة. طالما ان مفيش حد بيمس لا امننا ولا سياستنا الداخليه ولا قضايانا المركزيه زي القضيه او قضيه الصراع العربي اصلا. وبيأكد الرئيس طبقا للمتحدث الرسمي للرئاسه انه هذه القضيه بتعتبر او للاسف العلاقه ما بين القاهره وواشنطن هي واحده من الركائز او ركائز الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. من ناحيه ثانيه اكد نائب الرئيس الامريكي بنس على حرص بلاده على تطوير العلاقه مع مصر على كافة الأصعدة. سفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قال إن المباحثات تناولت مسألة القدس في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل ونقل السفارة الأمريكية لهناك. أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة الفلسطينية بإذن الله عقب جلاء هذا الاحتلال عنها، حتى لا يزايد أحد بالمناسبة ولا على تصريحات ولا على مواقف الإدارة المصرية. الرئيس أيضا أكد على ضرورة تسوية النزاع الفلسطيني الصهيوني. هذه الضرورة لن تتحقق أو هذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال مفاوضات قائمة على أساس حل الدولتين. بيأكد فيها أن مصر مش هتتدخر ومش هتبخل بأي جهد على الإطلاق لدعم هذه التسوية، وأنه على كل الأطراف الدولية الراغبة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف ألا وهو التسوية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الطرفين على التوصل لحل بيضمن العيش في سلام وآمن لكافة شعوب المنطقة. بيشير الرئيس طبقا للبيان إلى أنه موقف مصر في هذا الموضوع في هذا الصدد بينبع من حقائق تاريخية ومن التزام بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وبيؤكد أهمية استمرار الولايات المتحدة في القيام بدورها الحيوي في هذا الإطار. بالتأكيد مفترض هنا بقى كطرف ايه؟ طرف عادل، ده اللي احنا عايزينه، عادل وليس منحاز. طيب من ناحية تانية نائب رئيس الامريكي ثمن على الدور المصري واثنى عليه في عملية السلام وكذلك المساهمات المصرية الممتدة والمستمرة في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة بالكامل، وبيشير الى ان مصر طيلة السنوات الماضية لم تتخلى عن دورها الداعي إلى تحقيق السلام في المنطقة. بيعرب بنس عن تقديره لجهود مصر ولرئيس جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وهنا قال السفير بسام راضي متحدثا عن الرئاسة إن المباحثات تناولت مجمل العلاقات المصرية الأمريكية من مختلف الجوانب، وحضر من الجانب المصري سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء عباس كامل قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية.